إذاعة يقين. فتخيل أن الله ملك الملوك الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، مالك يوم الدين، يختارك يا العبد الضعيف المسكين عشان يظهر الخير الفلاني على إيدك. شوف بالله عليك الاختيار، شوف بالله عليك الاصطفاء. والله العظيم إن الواحد لما ربنا ييسر عيدك خير تعرف شو لازم تعمل، والله لازم تروح البيت تعيط تعيط تقول أنا يا رب اخترتني، أنا يا رب تظهر رزق فلان على إيدي، أنا يا رب تخليني أكفل اليتيم الفلاني، فتسير رزق عبدك الضعيف الطفل، تسير رزقه على إيدي. أنا مين يا رب؟ أنا مين عشان الله يصطفيني ويوصل الرزق الفلاني على إيدي؟ أنا مين عشان ربي سبحانه وتعالى يزيد في رزقي ويجعل جزء من رزقي لفلان؟ شوف الصحابي الجميل الجليل اللي إجى عند النبي عليه الصلاة والسلام، وله جاي عند النبي عليه الصلاة والسلام وحط بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم هيك مال، الله أعلم قديش هيك صرة فلوس، فقال يا رسول الله هذا مال لك تقضي به دينك وتوسع به على أهلك وتعطي من تشاء. أنا يا رسول الله هذول 1000 دينار ولا 2000 ولا 500 ولا 100 هذول يا رسول الله إلك، إذا عليك دين سد دينك. ما أكيد النبي عليه ديون صلى الله عليه وسلم، الناس كل يوم جايين وجايين، فبيدفع من جيبته ويعطي لفلان. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. عمر النبي ما قال لا، يعني لدرجة سيد النبي عليه الصلاة والسلام، يا الله ما أجمل النبي. يوم الأيام سيد النبي عليه الصلاة والسلام واحدة أنصارية عاملته العباية وهدية لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمل هدية العباية، يعني أجمل هدية تعطى للرجل لما تهدي له عباية. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واحد أنصاري غاز لها العباية ومرتبيتها، شوف قديش قعدت لما خلصتها وأهدتها لحبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة طالع على الناس ولابس العباية مبسوط عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرحان بهدية وأصحابه متذكرين، وشوف هاي الست قديش اشتغلت واشتغلت حبيبنا ما سوتها. فخرج النبي بالعباءة على صاحبه عشان يصلي فيهم، والنبي هيك يعني السرور والفرح، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ففرحان النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العباءة. بعدين لما وقف يصلي ولا واحد من المصلين من الصحابة رضي الله يا رسول الله، قال له نعم، فقال أعطني عباءتك. شو هو؟ أعطيني عبايتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وكرامة، ابشروا أهلا وسهلا فيك، نعم وكرامة. فراح النبي شيل العباية لبسوا إياه، خلص النبي صلاة ودخل على حجرته الشريفة، فأصحاب النبي لاموه، يا رجل كيف تعمل هيك؟ أنت شايف النبي أول لبسة له، كيف بتلبسها؟ كيف بتأخذها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال والله ما أخذتها غواء، مش بدي أتخيل فيها وألبسها قدام الناس، ولكني أخذتها لتكون كفني ألقى الله بها. أنا أخذتها عشان أتكفن فيها ألاقي ربنا فيها سبحانه وتعالى. شوف هالنبي العظيم ما قال لا قط إلا في تشهدي، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. فهالنبي المعطاء معطاء معطاء، أكيد بصير في عنده نقص، أكيد بصير في عنده ديون، أكيد أكيد يعني، وإن لم يظهر للناس. فإجا الصحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله هذا المال إليك تقضي به دينك وتوسع به لأهلك وتعطي من تشاء. طب ليش هو الصحابي عمل هيك؟ عشان ربنا بدي يظهر الخير على إيده، عشان ربنا لما وسع عليه في رزقه فاستخدمه في أن يدعم النبي ويقوي شوكة النبي. فربنا راح يقويه، هو النبي مكفول من الله عز وجل ومضمون من الله عز وجل ومحروس من الله عز وجل، ولكن الله يريد أن يظهر الخير على يد بعض أتباع النبي وأحباب النبي عليه الصلاة والسلام. عرف ليش أصحاب النبي غالين وحبيبين إلنا؟ لأن الله أظهر على أيديهم خير كثير. تخيل نيالك يلي ربنا بيستخدمك وما بيستبدلك، لكن تعرف شو أعظم استخدام؟ أنتوا عارفين شو أعظم استخدام بيستخدمنا يا الله؟ لما ربنا يستخدمك تحكي باسمه. شو يعني؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لما ربنا يخليك داعية، بس عشان أكون داعي أنا مش حافظ كثير، لا لا لا، هو الموضوع آية بلغوا عني ولو آية. مش مبارح واحد من إخواننا اتصل
وبلغ آية، قال إن المتقين في جنات وعيون، هاي يبلغ آية. أنت مطلوب منك آية واحدة. أعظم استخدام الله يستخدمك لما يجعلك من أهل الدعوة، تدعو الناس إلى الله وتحبب الناس بالله وتجيب الناس لربنا، وكل ما سجد صحيفة حسناتك، وكل ما ركع فصحيفة حسناتك، وكل ما قال حلال وحرام صحيفة حسناتك، وكل ما طهر رزقه صحيفة حسناتك، وكل ما عمل خير صحيفة حسناتك، وكل ما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صحيفة حسناتك. يستخدمك، يجعلك من أهل الدعوة. عشانك ربنا شو قلنا بالقرآن، وهددنا ربنا بآية قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، إذا أنتم مش رح تمشوا بالدين والشرع والدعوة أنا بجيب غيركم. أسألكم سؤال يا عرب، ربنا استبدلنا ولا ما استبدلنا؟ استبدلنا. شروح شوف الأتراك والدعوة، شوف الباكستانيين والدعوة، شوف الهنود والدعوة، وعربنا بلشانين ببعضهم، وعربنا بلشانين، بس مين يقعد على الكرسي ومين مين يصير ومين ما يصير. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. شوف ربنا شو قال، يا أيها الذين آمنوا، وربنا بيحكي كلام جازم، يا أيها الذين آمنوا، والآية فيها شوية غضب، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذا أنتم بتتدللوا علينا بالدين، بتتدللوا علينا بالدعوة، بتتدللوا علينا، ربنا رح يشيلكم ويجيب ناس ثانيين، والله كل شيء قدير، بس الدين ماشي ماشي. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. مواصفاتهم يا رب، أذلة على المؤمنين رقم واحد، اثنين أعزة على الكافرين رقم ثلاث، يجاهدون في سبيل الله رقم أربعة، ولا يخافون لومة لائم. طب ليش يا رب؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. شوف ربنا شو بيحكي. إذا أنتوا شايفين الدين زي اليوم طالع عندنا موضة ملحد، فلان ملحد لا يؤمن بشيء، إذا بتبعدوا عن الدين، الدين مش رح ينكسر والإسلام مش رح ينكسر، بس كل ما هنالك أنه في ناس بسقط على الطريق، شوف كيف شجرة التين بتلاقيها مليانة، بس عبين ما يستوي التين في أشياء بتسقط على الأرض معفنة. البشر نفس الشيء، في ناس يتساقط على الطريق. شوف الهداية نازلة، والله الهداية نازلة. أنتم قاعدين تسمعوني الآن على الراديو، قديش في ناس يقول أنا كنت ببنك ربوي والله تاب علي، واحد بيقول لك أنا كنت مغني والله أنا قلت لك تعتوب ولا هو تاب لحاله، واحد بتقول لك أنا والله ما كنت شوين الحمد لله، واحد بيقول لك أنا عاق والدين الحمد لله الله هدا. الهداية نازلة. بس سؤال، أنت إلك دور بهداية البشر ولا لا؟ لو كان الجواب لا، عيط حالك. لو كان الجواب لا، اعرف إن الله مقصيك. طب شو أعمل؟ احكي اعمل بالعلم. قال عنه سيدنا عمر، شو سيدنا عمر قال؟ سيدنا عمر بيقول جالس البكائين ثم ابكوا مثل بكائهم، واطرقوا أبوابه بأكف الرجاء، فإذا فتح الباب فادخلوا دخول المتطفلين، وقل مسكين فتصدق عليه. يا رب تصدق علينا واستخدمنا ولا تستبدلنا. قولوا آمين. إذاعة يقين.